هاي تستقبل بلدان العالم السنة الجديدة بطرق مختلفة ومبتكرة. بالفلبين مثلاً بيتم التركيز على شيء واحد بس على رأس السنة وهو المصاري، وأملاً من هالشعب بتحقيق الغنى والازدهار بيجربوا يستعملوا أكبر عدد من الأشياء المبرومة يلي بتمثل العملة المعدنية مثل الأكل المبروم والطبيط وغيرها. في بلدان جنوب أمريكا مثل المكسيك، بوليفيا والبرازيل بيعتبروا السكان إنه الحظ موجود بملابسهم الداخلية، لهيك يلي عم بيفتشوا على الحب بيلبسوا أندروير أحمر ليلة رأس السنة، بينما يلي عم بينبشوا على المصاري بيختاروا لون الأصفر. سكان كولومبيا بيتمشوا بالشوارع هن وحاملين شنط سفر فاضية كتقليد بيجلب فرص السفر بالسنة الجديدة. مين قال إنه بإحدى بلدات البيرو بيصف الناس خلافاتهم من خلال القتال بالأيادي قبل فتح صفحة بيضة بالسنة الجديدة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.